قصة التحالفات أو التحالف، شو تقصد أي تحالف؟ التحالف الدولي. تحالف الدولي، شبيه؟ التحالف الدولي بعد هالفترة الطويلة والحمد لله عندنا حشد وعندنا صح كنا حادثة حادثين، ما يحتاج تحالف دولي في بلد انتصر على داعش واحتفلنا بالانتصار وهو. وهذا التحالف الدولي احنا ردناه مستشار تحول الى شيء اخر لاسباب معينة، ثم بزمن ترامب بدأ يتدخل في هذه الدولة وتلك الدولة، صارت مشاكل من وراء خلاف الدستور، خلاف استقرار البلد. حياكم الله اصدقاء، عندنا اطار شو يسموه هذا اتفاقية الاطار عسكرية فلانية، حياها الله مع غيرها. لكن يصير تحالف دولي وقرار شبه من الأمم المتحدة وغيرها ما له داعي. ويبدو يعني هناك إجماع في الإطار وإجماع في آخر اجتماع للأخوة في ائتلاف إدارة الدولة هو أنه شكرا للتحالف الدولي، وإذا نحتاج إلى أي تعاون فتعاون ثنائي مع هذه مع أمريكا مع غيرها ضمن تعاون ثنائي. أما تحالف دولي وإلى قيادة خاصة وإلى مهام تارة يجاوز الدولة، هذا بعد انتهى وقت يعني. هذا بعيد عن غزة قد هذا بعيد عن هذا من أول من قصة الكاظم نسينا من راح إلى أمريكا وطلبنا وأعلن هناك أنه مستشارين عددهم نزل إلى هلقد وتشكلت لجان لتشخيص الحاجة شنو حتى يبقى فقط وضمن هذا السياق، بس ما أخذ مدى الحقيقي. والأخ السوداني في البرنامج الحكومي ثبت هذه النقطة أنها تواجد القوات الأجنبية والتحالف الدولي. فإذا نحن الآن أمام بالإضافة إلى الاقتصاد والمال نجي من أجل تحقيق الأمن الحقيقي والسيادة الحقيقية. أنا ما أقول محتل، أنا أقول تحقيق السيادة الكاملة أو الحقيقية أو الشاملة في أنه شكرا جزيلا أديت اللي عليكم الله وياكم. إذا هل سيقدم طلب باسم الحكومة العراقية؟ نعم، اللجان يجب أن تجتمع وتثبت ذلك، لجان فنية من الطرفين، والتوجه مالتنا هو هذا، إرادتنا كعراقيين وكإطار أنه تحول من التعامل من التحالف إلى التعاون الثنائي.